بكون واضح. إذا هون عندي definition of an AC waveform و DC waveform. إذا a DC magnitude constant direction. فهاي مثلا هاي عبارة عن DC waveform. هاي عبارة عن DC waveform مثلا هاي 0 0. هذول التنتين DC waveforms. هاي مش دي سي ويف فورم، هاي مش دي سي ويف فورم، لانه هاي رغم انه الدايركشن كونستانت بس الماجنتيود مختلف، وهاي رغم انه الماجنتيود كونستانت الدايركشن مختلف. اذا هو مش دي سي ويف فورم، هاي هي دي سي ويف فورم صحيح. اوكي، لانك راح تشوف احيانا تشوف في بعض كتب بعض هاي بتحكي عن هاي دي سي بلسيتنج دي سي مثلا، هذه ما بنعتبرها دي سي ويف فورم، حتى هاي ما بنعتبرها دي سي ويف فورم، لانه الماجنتيود مش تعريف الـ AC waveform الصحيح هي الـ waveform اللي الـ average تبعها مساوي لزيرو. فواضح طبعا انه هاي مثلا حتى لو كانت مش sinusoid مدامها periodic، هاي الـ area هاي مساوية انا حسب راسمها، يعني هون الـ area هاي مساوية للـ area هاي، او فرضا طبعا الساينوسويد العادية اللي بنعرفها هذه هون، أو مثلا لو عندي ويف فورم زي هيك وهذا المستطيل مساحته مساوية لهذا المستطيل. أوكي؟ والأفرج تبع هدول زيرو، ليش؟ لأنه الأريا هاي مساوية للأريا هاي، والأريا هاي مساوية للأريا هاي، الأريا هاي مساوية للأريا هاي، واضح إنه هاي الأريا مساوية لـ بنيجاتيف، وحدة بوزيتيف وحدة نيجاتيف، أوكي؟ هذا هو التعريف الصحيح لازم نتبعه في الـ AC ويف فورمز والـ DC ويف فورمز. هدول الويف فورمز اي سي، هدول الويف فورمز دي سي، هاي الويف فورمز خليط من الاي سي والدي سي او اي وحده، هذه خليط من اي سي ودي سي. وهاي الويف فورم خليط من اي سي ودي سي، وهاي الويف فورم اذا هذا المربع مساوي لهذا المربع فهي اي سي. اذا خلينا نكمل هون بس نحكي اخر شيء، اذا هاي الويف فورم تساوي تو ويف فورمز. وحده منهم هي الافرج، لو كان الافرج مثلا هون زائد ويف فورم بتشبه هاي الويف فورم الافرج تبعها زيرو. بدي احاول ارسمها بشكل صحيح. اوكي، الكل فاهم هاي؟ اذا جمعت هاي الويف فورم مع هاي الويف فورم مش تعطيني هاي الويف فورم؟ هل هاي constant in magnitude and direction؟ هل هاي الافرج تبعها زيرو؟ اذا هذه عباره عن AC زائد DC بتساوي هاي اللي فيها AC both AC and DC. اوكي ماشي، هاي نقطه مهمه.